زول فلاوان، السلام عليكم. جماعة اللي يقول لك تبون هذا جابور جاي صالح على اختراق شموش تبع فرنسا، وهذا يا وطني وهذا يا كدا. سمعت انهم باريين باديسيين هما اللي راهم يأيدوا فيه، وقالك لانهم ضد فرنسا. على بالهم باللي لودريون وزير الخارجية الفرنسي وعمرها ما صارت في التاريخ، جاء للجزائر 3 خطرات منذ انتخاب أو تعيين تبون على رأس الجمهورية الجزائرية. عنده درك 9 شهور على رأس الدولة، في 9 شهور جاء 3 خطرات، يعني خطرة في تريميستا. واش سي واش الصحبة هادي؟ من وقتاش وين صارت؟ وعلاش ما يروحش لتونس 3 خطرات في 3 شهور في 9 شهور؟ وعلاش ما يروحش المغرب 3 خطرات في 9 شهور؟ جاي غير الجزائر، وعلاش ما صراتش بكري؟ اي بي واش هاد العلاقة هادي؟ ألور من جهة وزارة الشؤون الخارجية تاع الجزائر تقول لك هاد الزيارة جات تندرج في إطار المشاورات الدورية المدرجة في الأجندة. الكلام الفارغ خروطو، سمعت؟ وقول لك يعني كاين اللجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة، بحركهم الخروطو. رام هم يكشفوا فيكم في فرنسا، رام يكشفوا فيكم، سيادكم يكشفوا فيكم، مش بيكم احشموا شوية. على الأقل خليو الناس هادوك الباديسين نوفمباريين مساك ما يتبهدلوش قدام الغاشي، ما يتبهدلوش. شوفوا واش راه وكالة الأنباء الفرنسية واش تقول. تقول لك زيارة لودريون ستكون لاستعراض العلاقات الثنائية والأزمات الإقليمية وخصوصا في ليبيا، كما ورد في جدول أعماله الأسبوعي. جدول الأعمال الأسبوعي تاع لودريون عنده هو جدول الأعمال، يدخلك انت جزائر دولة كلك 1.5 مليون ماتوا باش تاخذ الاستقلال من فرنسا، يدرجك في جدول الأعمال ديالو. قال انا عندي السمانة هذه باش تكلم على ليبيا، باش هو موضوع ليبيا نحبط الجزائر، عندي خدامين حزام لي المانوفرية دياولي، نشوفهم واش راحين يديروا واش داروا ونقولهم واش يديروا. شفتوا تطيح القدر وين وصل يا جماعة؟ ولا شفتوا تطيح القدر وين وصل؟ قال لك هذا في جدول الأعمال الأسبوعي ديالو، جاي يضرب نهارين، ماشي قال نص نهار، جاي يضرب نهارين درك يشوف الشنقريحة ويشوف الآخر هذاك بقدم خضرة فوق عشاء. سمعت وجرعت شوف الآخرين كذا منا وشوف الجنرالات وشوف كذا، باش قال واش ديروا في ليبيا؟ هاكم واش هاو الدور ديالكم في ليبيا. على الصعيد السياسي الليبيين باش يجتمعوا باش كذا يروحوا للمغرب، يروحوا لتونس، الجزائر غيطة ما تفرضش إرادتها السياسية وما تحضرش. الجزائر مليحة، قال روح خذوا مانوفريا، روح ليبيا نحتاجوكم، روح لمالي نحتاجوكم، روح لكذا. شفتوا النوفمباريين الباديسيين تاع صدق ما عادش يجوا يشوفوني على حسب شوية اللي في التعاليق تاعهم غابوا. طون ميو جيم با بارلي او زامبيسيل بور نو با لي انستروير. أنا لا أريد الحديث الأغبياء حتى لا أثقفهم. ولا هؤلاء وهذه يعني 3 يعني مرة في تريميستا يجي يعطينا تعليمات ويروح. ولا نذكر الإخوان اللي نساوها ولا غبت لهم، ولا أنه تبون لما نحاوه نحاوه بوتفليقة سعيد بوتفليقة، ها ماشي هو اللي عينه هو اللي نحاو ساكت ما قالش او كيفاش كي نحاو. قول الرئيس وين راح الرئيس هذا اللي نحيني؟ نو كلهم كانوا كي بالتوفيق كي كامل. سعيد يقول له روح للدار، يروح للدار ما يقولوش تا واش تكون باش تقول لي. لو سول اللي قالوا كذا مقايد
أرماه في الحبس. قالوا حبيت تلعبني بالصباح طار واحد مالا نرميك في الحبس. واحد في الحبس واحد في الجبانة رامتك خرجوا ما تشنيل ستو تبون هذه نحاوة. ثلاث شهور بعد ما دار داروها وزير أول. وعلاش نحاوة؟ حيقول لك صرات بكدا وصراحة هادي والآخر نو. سيد مشى في زيارة لفرنسا باش يبيع روحه يعرض روحه لفرنسا وهذا بالتفاهم مع قايد صالح. قايد صالح كان يفكر باش يحطه هو في حالة وين ما تمشيلوش حكاية بوتفليقة يحط هذا باسكو هذا مورط في نفس القضايا مع ولاده مع ولاد القايد صالح. قال روح شوف الفرنسيس بيع روحك ليهم. راح شافهم في زيارة تاع ويكاند. راح في ويكاند ماهيش زيارة رسمية ومشى والتقى الوزير الأول والتقى مسؤولين فرنسيين. لما دخل كيف إيه كان ذاك الوقت مازال السعيد هو اللي حاكم المان. قالوا يا روح تروح تحب تلعبها لنا لينا احنا يا درك ولا روح تروح لانه الخطا فادح اللي داروا دار ملي ما بقالوش منصب صابوا عفسه كانت شبيك تروح تفهم مع الفرنسيس بلا ما تخبر الرئيس يعني كل الرئيس راهو موجود شو توا لانه باع روحه الفرنسيس والاتراك. ندور حكايه الاتراك من بعد هاي ليك الناس اللي راهين درك يشوفوا وزير خارجيه يجي يقول لك في اطار العلاقات الثنائيه في اطار روح تخرط على روحكم سيتكم يبيعوكم يا وقال لك شوفوا الجزائر ولا تدرج في الاجندة في جدول الاعمال تاع وزير الخارجيه الفرنسي في جدول الاعمال الاسبوعي. نعم واش تزيدو اكثر من هاك يا جماعه هادو يجم يتنحاو كاع درك ما شوف الحراك اصبح ضروره ملحه لانقاذ الجزائر لابد باش هاد الجماعه يروحو كاع هادو بايعين البلاد بايعينها بصوردي كيما يقولو بكري بايعينها بدورو صاحبي وزير الخارجية الفرنسي داخل خارج كل ثلاث شهور يجي يضرب طلة يعطي التعليمات سيتروسة بزاف بزاف. الله يقدر الخير لبلادنا يا جماعة الله يقدر الخير والله لا يتربح مادو اللي يبهدلوا بالبلاد والله لا يتربح جميع من يشاركهم حتى بالصمت. السلام عليكم ورحمة